أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يذكر الله من كان محدثا حدثا أكبر؟ نعم، يذكر الله بغير القرآن الذي عليه حدث أكبر ما يمتنع إلا عن القرآن فقط، وإلا الذكر غير القرآن يذكر الله ولو كان عليه حدث أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم.